أنا أول شيء حضرتك إنسانة إعلامية مثقفة وبرمي العالم وبتعرف إنه هالأشياء منا مزبوطة. يعني أنا استغربت، قلت مدام بسمة يعني يطلع منا الكلام ده، فكنت عملت شوك، يعني قلت مش معقول. فسبحان الله إجا وقت إني أعمل معك الحلقة عشان توضحي أوضح لك. أول شيء أنا كان عمري 12 سنة من بعد ما توفى والدي، كان شيخ أزهر، وأنا إنسانة مؤمنة، بصوم رمضان وبصلي وإنسانة مؤمنة، وأبويا مصري من الزقازيق وكان شيخ، وكانت تقول الوالدة إنه أبوكي كان عنده الإحساس يقول للماما إنه سامع دعسة أبوكي جاي عندنا في الليل، وجايب معه أبو فروة. فماما تقول له الساعة 10 بالليل حيجيب أبويا إزاي؟ يجي جدي الساعة 10 يطرق الباب، بس أبويا ما كان يقول، يعني يقول بس لمامتي. لا يعلن. يعني بينه وبين يعني بين نفسه بين وبين البيت. الأهل. على الضيق يعني. فأنا لما صار عمري 12-13 سنة وكنا متعلقين بجدي، لأنه أبويا توفى أنا عندي 7 سنين، كنا معلقين فيه. لما راح قالت لي، يعني انا صرت اعيط، قالت لي والدتي بتعيط. يعني بتتوقعي من وانت عندك 12 سنة بلشت بانه جدي راح يروح على يسافر ومش حنشوفه تاني. فقالت لي امي لا، ده اسبوع 10 ايام وراجع. وجدي توفى في الحج، سافر الحج. وبعدين قالت الله يمكن دي ليله عندها زي باباها او شيء، مامتي ما اخذت. لما صارت قصة الجيران وقصة خطيبة إني أنا مش هتجوز، ده كان عندي 17 سنة، بتقول لي أمي ده من النق تبعك ومن البر تبعك. عمل كانسر وتوفى خطيبي، خطبته 2 سنين وتوفى. فشوي شوي أنا كان عندي الإحساس أي كان لبناني؟ كان لبناني، نعم، وأستاذ جامعة كان. ف من أنا وصغيرة عندي هالإحساس، لا بفهم بالتوقعات ولا بالتنبؤات ولا بالجن ولا هذا كله، أنا بعيدة عنه مدام بسمة وبريئة منه. أنا من أنا وصغيرة نفسي، أنا لحد اليوم مدام بسمة والله العظيم لحد اليوم، أنا قابلت شيخين، الشيخ فاروق الله يرحمه مصري والشيخ مصطفى الرفاعي، وحتى كنت عاوزة أوصل للشيخ الله يرحمه الشعراوي عشان أعرف. أنا أتوقف عن كلمة إحساس، إحساس ولا توقع؟ لا، الإحساس أو الإلهام القوي تبعي. يعني في ناس سموني ليلى صاحبة الإلهام الخارق.